تجربة وبالدليل ثبت يعني استحالة تنفيذها. يعني مثلا ده كلام صحيح، يعني مثلا نقول خد الهدف الأولاني وهو القضاء على حماس. الحماس تمام. احنا بقالنا شهرين وحسب الإعلان الإسرائيلي فأنك قد قضيت على 3000 واحد تقريبا من حماس. حماس فيها 30,000 مقاتل، يعني أنت في خلال شهرين قضيت على 10%، في المقابل مقابل كل واحد قضيت عليه قتلت أو أصبت أو جرحت حوالي 20 أو 30 فلسطيني. إذن أنت عشان تخلص على حماس طبقا لهذا المنطق أنت محتاج إلى أكثر من سنة وإلى أكثر من يعني 600-700,000 واحد تقتلهم، والأهم من كده تتحمل خسائر مالية وخسائر العالم كله. إذن هذا يبدو لك وكأنه يعني مجرد مستحيل. مستحيل. على فكرة الإسرائيليين يعني كان في مقال في معاريف النهاردة تحديدا بيتكلموا عن أن ما يقول به نتنياهو هو غير قابل للتنفيذ، أن حماس بقية موجودة وأنت إذا قضيت على بعض الأفراد ما حتظل. ده أكتر من كده النهاردة لبنان الساكنة تماما في المخيمات الفلسطينية في لبنان قرروا تكوين ما يسمى بطلائع شهداء الأقصى أو عمليات الأقصى. تمام. دول الرقم اللي تطوعوا في أيام قليلة كان 250,000 واحد وكلهم شباب، وكأنك أنت يعني نسيت بتستجلب يعني أجيال وأجيال جديدة بعد خروج المقاومة سنة 82 من لبنان بعد عملية شارون لما نزل وغزا بيروت وغزا لبنان. إذن لأنه مش عايز أقول إنها فكرة أو يعني الفكرة لا تمود، ده كلام مكرر ومعاد، ولكن الأهم من ذلك الحقيقة أن المقاومة الفلسطينية عطت مثال غير معتاد في الحرب. عطت نوع من الشجاعة لا تتوفر بدرجة أو بأخرى عند الجانب الإسرائيلي. بل أنه جرت مقارنة بين اللي بيقتل فوق سطح الأرض بكيلومترات وهو ومعاه بقى قنابل حديثة وصواريخ حديثة وأقمار صناعية متصلة إلى آخره، وبين اللي بيقف بينك وبينه عند المسافة صفر، بين جندي في الضفة الغربية يعني يخشى من طفل فيطلق عليه الرصاص وهو أعزل، يخشى من شاب فيطلق عليه الرصاص. الحقيقة أن المقارنة بين هذه الشجاعة الغريبة جدا في الحقيقة، الشجاعة اللي تنبني على فكرة الإيمان بتحرير الأرض، الإيمان بأن ما عنديش شيء أخسره بل أنه ربما أكسب استرداد الوطن، ربما أكسب شهادة، أيا كان ما يفكر فيه، إلا أنك في النهاية هناك مقارنة العالم كلها بين شجاعة ما تسمى شجاعة المسافة صفر وشجاعة لأن البعد القتل عن بعد.